بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم، قناة عز الدين رحالة طبلة. موضوعنا اليوم هو موضوع قناة اليوتيوب بقناة تيك توك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أحبابي الكرام، هل تعلم أن تطبيق تيك توك يجلب لك مشاهدين في قناتك على اليوتيوب لجلب مشتركين حقيقيين وزيادة مشاهدات في فيديوهاتك على اليوتيوب؟ في الفترة الأخيرة انتشر تطبيق تيك توك انتشارا واسعا جدا، وأصبح له جمهور كبير جدا من جميع الفئات العمرية من جميع أنحاء العالم. من أهم أسباب انتشار تطبيق تيك توك هو السهولة في الاستخدام والأرباح التي يتحصل عليها منشئي المحتوى أو منشئي الفيديوهات، حيث تدفع شركة تيك توك إلى مستخدمي هذا التطبيق مبالغ مالية هامة. ومن أهم المميزات التي يوفرها تطبيق تيك توك هي ميزة ربط حسابك على التيك توك بحساب قناتك على اليوتيوب، فيمكننا وضع رابط قناتك على اليوتيوب في حساب الشخصي على التيك توك، وبهذا نكون قد ضربنا عصفورين في جميع أصحاب القنوات على اليوتيوب بإنشاء حساب على للاستفادة من هذا التطبيق. إذا كنت من محبي التواصل دائما على تيك توك ولديك متابعين على صفحتك، هذا يفيدك بشكل كبير جدا لقناتك على اليوتيوب. هذا سوف يجلب لك مشاهدين ومشتركين جدد حقيقيين على قناتك اليوتيوب. التيك توك لديه شعبية كبيرة ولديه إقبال لسهولة استخدامه وللأرباح التي شركة تطبيق تيك توك لمنشئي المحتوى ومنشئي الفيديوهات، جلب مشتركين حقيقيين ومشتركين جدد في قناتك على اليوتيوب. فهناك ميزة جميلة جدا في الحقيقة، فما عليك هو الوضع على أيقونة اليوتيوب التي تظهر في تطبيق تيك توك ويدخلك مباشرة إلى صفحتك على اليوتيوب. تابعوا معي الخطوات والشرح العملي لتستفيدوا من هذا التطبيق، تطبيق تيك توك، ونصبح ضربنا عصفورين بحجر واحد من هذه الميزة. تابعوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا، عملية ربط قناة يوتيوب بحسابك على تطبيق تيك توك عملية سهلة جدا، ما عليك إلا الضغط على أيقونة تيك توك والذهاب مباشرة إلى الملف الشخصي. هنا الملف الشخصي على اليوتيوب كما تلاحظون تعديل صفحتك، ولا ترون شيئا آخر هنا للضغط عليه للذهاب إلى قناتك على اليوتيوب. ما علينا إلا الضغط على تعديل صفحتك، وتلاحظون هذه الصفحة، الاسم، اسم المستخدم، السيرة الذاتية، موقع ويب، البريد الإلكتروني، الفئة. هنا نلاحظ في أسفل الشاشة إنستغرام ويوتيوب. لربط هذين التطبيقين ما علينا إلا الضغط على يوتيوب أو على إنستغرام. تريد ربط إنستغرام على ملفك على صفحتك على تيك توك، ما عليك إلا الضغط على إنستغرام والانتظار بعد ثواني، ويطلب منك
تسجيل الدخول عبر الفيسبوك أو الإيميل والباسورد، ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم هو ربط اليوتيوب بصفحتك على التيك توك. نضغط على يوتيوب، ومن الأفضل، أنا أفضل ربط اليوتيوب فقط على الصفحة، على صفحتي على التيك توك. نضغط على اختيار يوتيوب، أضيف يوتيوب إلى ملفك الشخصي، نضغط عليه وتظهر معنا هذه الصفحة، صفحة القنوات التي لديك، يعني الحسابات الجيميلات التي لديك على جهازك الهاتفي الذي تشتغل عليه. هنا يعني القناة الأولى والقناة الثانية. سأحاول ربط القناة الأولى بصفحتي على التيك توك. ما علي إلا الضغط أو النقر على الصفحة على الاختيار الأول أو على القناة الأولى، والسماح للتيك توك، يعني كما تلاحظون سيسمح ذلك لتيك توك بما يلي: عرض حسابك في يوتيوب، يرجى التأكد من أنك تثق بالتيك توك. ما علينا الآن هو الضغط أو النقر على السماح، وستلاحظون أن إضافة يوتيوب إلى ملفك الشخصي تغير إلى اسم قناتك: عز الدين الرحالة طبلة. سنرجع خطوة إلى الوراء، وتلاحظون تعديل صفحتك أمامها أيقونة اليوتيوب. إذا ضغطنا على أيقونة اليوتيوب ستدخلنا مباشرة إلى القناة بدون تسجيل دخول وبدون أي خطوات أخرى. ما عليك إلا النقر على أيقونة يوتيوب كما تلاحظون هنا، الضغط على أيقونة يوتيوب والدخول مباشرة إلى قناتي على اليوتيوب. فهذا يعني يساعد مشاهدينك أو متتبعينك على صفحة تيك توك بالاشتراك معك في قناتك بسهولة، يعني سهولة تامة. هذا شرحنا اليوم، شرح كيفية ربط قناتك يوتيوب على صفحتك على تطبيق تيك توك. أتمنى أن يكون الشرح مبسط وشرح واضح. إذا أول مرة تشاهد قناتي فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم عز الدين رحالة الطبلة، تحياتي للجميع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.